بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لي اللقاء مع وكالة التصنيف الائتماني، أعتقد أن اللقاء كان جيد بحضور الأخوة الأفاضل أعضاء اللجنة المالية. وطبعا تصنيف الكويت أمر مهم ويؤثر على ليس فقط المؤسسات، إنما يؤثر على كل الكويتيين. وأعتقد هم استمعوا وأتمنى أن يكونوا اقتنعوا بأن مجلس الأمة جاد في الإصلاحات الاقتصادية وجاد في اتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد والعباد، وجاد بشكل واضح بالتحديد في الإجراءات الاقتصادية القادمة. وكما تعلمون جميعا وتتابعون أن منذ فترة زمنية ليست ببسيطة، واللجنة المالية لم تألو جهدا في عقد الاجتماعات وأخذ الآراء فيما يتعلق بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وما يندرج تحتها. وإن شاء الله في الجلسة القادمة سيناقش هذا الموضوع، وهذا أيضا ما بيناه لوكالة التصنيف الائتماني بأن الجلسة القادمة جلسة 12-13 أبريل ستكون الجلسة اللي تناقش فيها وثيقة الإصلاح الاقتصادي وأيضا فيها قانون الكهرباء. وإذا في أي سؤال. لا، ما قدم الحكومة يمثل وجهة نظر الحكومة بالنسبة لقانون الكهرباء والشرائح والأسعار. وأنا أعلم يقينا بأن اللجنة المالية وغالبية الأخوة النواب لديهم وجهة نظر مغايرة ومختلفة تماما عن وجهة نظر الحكومة، فيفترض التقييم يكون على التقرير الصادر من اللجنة المالية، والذي وأيضا هذا التقرير ليس نهائي، إنما سيتم التصويت عليه داخل مجلس الأمة. أنا أعتقد بأن الأسعار التي ذكرت في مقترح الحكومة أسعار عالية، وأعرف إن شاء الله يعني أن الأخوان في اللجنة المالية والأخوان في المجلس سيكون لديهم مقترح أو طرح لديهم حتى قبل أن يصل قانون الحكومة، مقترح مختلف تماما يحقق التالي: رقم واحد، لن يمس المواطن الرشيد ولن يمس أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وملتزم بالثوابت والمبادئ التي ذكرناها من البداية. وأؤكد مرة أخرى بأن ما يتم التصويت عليه هو التقرير الذي يخرج من اللجنة المالية، وقانون الحكومة أو مشروع القانون المقدم للحكومة يمثل وجهة نظر الحكومة ولا يمثل وجهة نظر مجلس الأمة. الأمر مثل ما ذكرت بداية، التحذيرات اللي تفضلت وذكرتها تحذيرات سابقة وموجودة، لكننا نأمل إن شاء الله بأن الإجراءات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها نأمل بأن تكون لها آثار إيجابية على مودز وعلى غيرها من المؤسسات التصنيف الائتماني. جاوبته يعني ما يستحق ان اكرره مره ثانيه، هذه كلها لا يعني مجرد اشاعات. في العديد من التشريعات المنظورة والقوانين المنظورة تحت اللجان توزع دائما في التقرير اللي يكون موجود في بداية كل جلسة، ومثل ما انتم عارفين لجنة الأولويات تجتمع وتضع الأولويات، ومن ثم تضع جدول أعمال المجلس ونناقش هذه القوانين تباعا. الآن يعني يمكن الجلسة الجاية عندنا موضوع استجواب وزير التجارة، وعندنا أيضا موضوع مناقشة الإجراءات الاقتصادية، إن شاء الله كلها تتم في الجلسة القادمة. شكرا.